اللي ما بيعرف الصقر بشوي. دائما بنسمع هذا المثل بس ما عمرنا عرفنا شو قصته ولا ليش انحكى ولا كيف انحكى. اللي ما بيعرف الصقر بشوي قصته انه كان في رجل عنده صقر غالي كثير. هذا الصقر دائما بيروح وبرجع، وبيوم من الايام راح وطول ما رجع. فقرر الزلمه انه يحمل عليه ويروح يدور على هذا الصقر ويشوف انه. وهو ماشي بيدور لقى راعي غنم قاعد ومولع نار وعند غنمه برعى بغنمه. فقرر انه يساله يشوف يستفسر عن الصقر. سألوا قال له شفت صقر مواصفاته كذا؟ حكى له انا والله ما بعرف شو كيف شكل الصقر، بس انا اليوم وانا جاي مع الغنم لقيت طير وقدرت اني اصيده وهيني قاعد بشوي فيه بالنار. فالزلمه دغري حمل حاله وراح لعند النار، لقى الصقر بالنار وراسه جنبه محطوط، عرف انه ذبح الصقر وشواه. رجع لعنده قال له انت كيف انت مجنون كيف تذبح صقر غالي زي هذا؟ يعني لا مو معاتبه انه ليش هيك عملت؟ حكى له انا ما كنت بعرف انه صقر. حكى الزلمه صحيح انه ما بيعرف الصقر بشوي. لما بنطبق على هذا المثل على ارض الواقع ونربطه بارض الواقع، نقدر نحكي انه كثير بنتعامل مع ناس بحياتنا بنكون ماخذين عنهم صوره نمطيه، وعلى اساس الصوره هاي الصوره النمطيه نحكم عليهم وعلى اساسها بنتعامل معهم، ممكن تؤدي بيننا للعنف والكراهيه. بهاي الحاله احنا لازم ما نتعامل مع شخص على صورة نمطية ماخذين عنه، لازم نكون عارفينه، نعرفه 100% وعارفين شو هو الشخص، بعدين نتعامل معه لحتى ما نوصل بين الحكم المسبق وللصورة النمطية وللعنف وللكراهية.